بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. واللفظة التي نحن بشرف الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي لفظة الشجر، وهذا اللفظ ورد في القرآن مطلقا ورد في القرآن معينا. فنبدأ أولا بالمعين الذي لم يسمى، وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فظاهر الآية أن الله جل وعلا أدخل آدم الجنة وامتن عليه بها وأمره أن يتخذ في الجنة رغدا من العيش، ونهاه عن شجرة بعينها. لكن القرآن لم يخبرنا ما الشجرة التي نهى الله جل وعلا آدم أن يأكل منها، لكن هذه الشجرة كانت معلومة لآدم قطعا، بدليل أن الله جل وعلا قال: ولا تقرب هذه الشجرة، وهذا اسم إشارة. فالشجرة كانت معينة ظاهرة واضحة لآدم، وإلا لو لم تكن كذلك لما قام مقام التكليف. وإن كان الجنة لا تكليف فيها، لكن الله جل وعلا قد علم بحكمته أن هذا سيكون من آدم، ليتبع ذلك أن يهبط إلى الأرض، فكان أن أمره الله جل وعلا أن لا يأكل من تلك الشجرة. لكن آدم غلب من جهتين: غلب من ضعف كان في نفسه، ومن تسلط الشيطان عليه. فأما الضعف الذي في نفسه فقد أثبته الله جل وعلا في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقول الله جل وعلا: ولم نجد له عزما، صريح في أن آدم عليه السلام كان فيه شيء من الضعف أمام النهي الإلهي. والآخر ما نص الله جل وعلا عليه في كتابه: فوسوس لهما الشيطان. فهذا نص صريح أن الشيطان تسلط على الأبوين وكان سببا في إخراجهما من الجنة، وقد جاء هذا مثنى في القرآن كثيرا. هذه الشجرة قلنا لم يذكرها الله جل وعلا اسما، ومن رام أن يعرف اسمها فقد تكلف ما لا طاقة له به. لما؟ لأن الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة، وإنما لا بد فيه من نقل صحيح، ولا نقل صحيح بين أيدينا يدلنا على اسم تلك الشجرة. هذه شجرة بعينها. شجرة أخرى ذكرها الله جل وعلا، لكن ذكرها ذكرا مذموما، وهي شجرة الزقوم. قال الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وقال جل وعلا في الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالآية أيها المبارك فيها تقديم وتأخير، والمعنى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فيصبح أن الفتنة وقعت بشيئين، بسببين: ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رؤيا حق، والشجرة المذكورة في القرآن يوم أن ذكرها الله جل وعلا. أين ذكرها؟ ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الصافات، وقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لما جاء القرآن بهذا وجدته قريش سفها وضلالا، طريقا لها إلى أن تقدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نعرف الزقوم إلا الزبد بالتمر. وأخذوا يتفكهون في حديثهم كما نقل عن ابن الزبعرة وعن أبي جهل. وأيا كان الأمر، فإن الفتنة هنا أنهم قالوا عقلا إن الشجرة لا يتفق مع النار، لأنه لا يتفق رطب ويابس، ومعلوم أن الله جعل للنار سلطة على الأشجار. ومع ذلك ذكر الله هنا أن هذه الشجرة تنبت في أصل النار. هذا سر تعجبهم، والفتنة قائمة ظاهرة عليهم. لكن الجواب أن الله خالق كل شيء، وكما منع الله جل وعلا النار أن تتسلط على الخليل الممجد إبراهيم، فالله قادر على أن يمنع النار
أن تتسلط على الزقوم، هذا تخريج. والتخريج الأظهر أن شجرة الزقوم أصلا شجرة من نار، أن شجرة الزقوم أصلا شجرة من نار، فإذا اجتمع هذا وهذا انتفى الإشكال في الآية. إذا اجتمع ما ذكره العلماء وما حررناه آنفا انتفى الإشكال في الآية. لكن الله جل وعلا أخبر أن هذه الشجرة ملعونة، وقد قال العلماء إن المراد لعن آكلها، بدليل أن الله قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قالوا إن قوله جل شأنه طعام الأثيم قرينة على أن المقصود أن الملعون آكلها، والعلم عند الله جل وعلا. من الشجر المذكور في القرآن السدر، وذكر في القرآن على ضربين. الضرب الأول ما حكاه الله جل وعلا عن قوم سبأ، وأنه لما وقعت منهم المعاصي وعاقبهم ربهم بسيل العرم جعل مما تركه لهم بلاغا إلى حين شيئا نزرا يسيرا، جعل من ذلك السدر. قال أصدق القائلين: فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذا نص أن السدر بقي لقوم سبأ. ثم جاء السدر في موضع الثناء، وقد ورد هذا في خبر المعراج كما نص الله جل وعلا عليه في سورة النجم. قال ربنا: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالسدرة هنا شجر النبق، مفردها نبقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها وأخذ يصفها قال: كأن ثمرتها قلال هجر، وكأن ورقها أذان الفيلة. وقول الله جل وعلا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يتغشاها. من آيات الله جل وعلا ما يغشاها مما لا يطيق البصر النظر إليه، وبالتالي يعجز اللسان عن وصفه لانتفاء قدرة الإنسان على النظر إليها، ومع ذلك فهي مخلوقة. لكن أشكل على العلماء لما سميت بسدرة المنتهى، والأكثرون على أنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، ويبدأ منها ما ينزل من السماء. وقال بعض العلماء إنها سميت سدرة المنتهى لأن علم الأنبياء عليهم السلام، وهم أرفع العباد قدرا وأكثرهم علما، ينتهي علمهم إلى سدرة المنتهى، ينتهي علمهم إلى سدرة المنتهى. من الشجر المذكور في القرآن شجرة الزيتون. قال الله جل وعلا: والتين والزيتون، وهذا قسم، لكنه جاء أظهر في قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. فسمى الله جل وعلا تلك الشجرة بأنها مباركة. وإذا تأملت نفحها وجدت حقيقة ما نعته الله جل وعلا بها. فمن ذلك أن من الزيتون، من زيتها يكون الإدام، ويكون الدباغ، ويكون الوقود، ويكون الدهان. وهذه أربع لا تجتمع في شيء من الشجر، لا تجتمع في شيء من الشجر. أما قول الحق سبحانه: لا شرقية ولا غربية، أي هي ليست بمنقاة فلا تأتيها الشمس، وليست بمضحاة فلا يأتيها الظل. ليست بمنقاة فلا تأتيها الشمس، وليست بمضحاة فلا يأتيها الظل، وإنما هي شجرة لا شرقية ولا غربية، أي أنها في مكان ظاهر بين حتى يطيب جناها. والله جل وعلا قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والمقصود أن الله جل وعلا أثنى على هذه الشجرة حتى قال فيها: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهو في الأصل جيء به ليكون وقودا، لكنه من صفائه ونقائه حري به أن يكون وقودا. هذا ضرب من الشجر ذكره الله جل وعلا في القرآن، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا بأن الشجر يسجد له، وهذا كله يملى في القرآن ليربط العباد بخالقهم جل وعلا. قال ربنا لما ذكر من يسجد له قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فعد الله جل وعلا الشجر مما يسجد له،
وأوضح من ذلك قول الله جل وعلا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فقالوا إن الشجر ما ساق ما له ساق، والنجم ما لا ساق له. والقضية تنبيه بني آدم في أن الله جل وعلا غني عنه، فكل المخلوقات فطرها الله أن تسجد له إما طوعا وإما كرها، لكن من سجد لله طوعا هو الذي يثاب. من سجد لله طوعا هو الذي يثاب. خاتمة المطاف أن الله جل وعلا ضرب مثلا للكلمة العظيمة الجليلة لا إله إلا الله، وللمؤمن الذي ملئ قلبه بالتوحيد، وضرب مثلا للكافر وما يحمله من شرك لا يقوم على أصل. فقال في الأول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالشجرة الطيبة المؤمن، والكلمة الطيبة لا إله إلا الله التي في صدره، فهي أعلى شعب الإيمان، فهي أعلى شعب الإيمان. ثم انظر تأمل أن الله قال: ألم تر كيف ضرب الله، لكنه لما ذكر الشجرة الخبيثة قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نقل عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: الشجرة الخبيثة الكافر، والكلمة الخبيثة الشرك والكفر، والكلمة الخبيثة الشرك والكفر، وعليه أكثر أهل العلم. من هنا يتضح أن الشجر جاء به مثل للعظيم من الأمور، وجاء به لدلالة من يسجد لله، وجاء به مما نهي عنه، وجاء به مما أباحه الله جل وعلا لخلقه. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول لفظ الشجر في القرآن، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.